يوم خرجتكم معايا، واخا ماشي شي خرجة، المهم خرجنا من الدار درنا واحد الدويرة، مشينا بغينا نطلو غير على البحر. ساعة لقينا كل شي مسدود، ما كيخليوش الناس يدوزو جهة البحر. مشينا تقدينا شي حوايج للدراري ومشينا، المهم بان لينا البحر، شفنا الجامع الحسن الثاني طلينا عليه، المهم ما بقاش فينا الحال. شميتي ريحه البحر؟ والله لا، ريحه زوينه عزيزه عليا انا ريحه البحر. المهم الحمد لله بعدا طلينا عليه، وراه 3 شهور هادي ما شفنا، طلينا عليه وشفنا وشمينا الريحه. المهم الله ييسر الامور، الله يرفع علينا هذا البلاء ان شاء الله، ويرجعوا الامور ثاني كما كانوا. هذا التوين، هنا المعارف، وصلنا للتوين ها هو. طريق زوينه مع مراش ها هو التوين. اوتيل كينزي ها هو، يا المهم الجو زوين، الشميشة باقة، هذه العشية قريب الغروب ولكن باقة الشميشة. المهم درنا شوية الباروك، درنا واحد الدويرة، شمينا الهواء، وبدلنا شوية الروتين ديال الدار. دابا المطاعم حالينهم، اللي بغى ياخذ ويدي للدار، ربما ما تجلسيش فيهم، اللي بغى ياخذ الماكله يديها للدار ياخذها. حالين اغلبيه حالين، المهم شويه بشويه بداو الناس شويه كيتنفسوا واحد شويه. الله يدير لينا التاويل ديال الخير، الله ييسر الامور للجميع، الله يوفقنا جميعا. المهم انا شاركتكم معايا شويه هاد الخريجه، دابا حنا داخلين على النفق ديال بن جديه. المهم انا شاركت معكم الجوله ديال اليوم، واخا جوله خفيفه، ها نتوما غنبان لكم اليوم واخا بالكمامه، اول مره كنبان في القناه ديالي. ما تشوفوا احنا دايرين الكمامات، دايرين الماسك، واخا كنخرجوا دابا ولينا نتحركوا شويه نخرجوا نجيبوا داكشي اللي خصنا، ولكن كنديروا الماسك، ما كنخرجوش الا ما درناش الكمامه. هانتوما غادي نشارك معكم بعض المشتريات اللي شرينا البارح للدراري، ملي مشينا لضرب عمر خدينا ليهم هاد اللعاب، هادو خدينا ليهم هاد الخوطينيت هادي، وخدينا ليهم بيكالا، حيت هادوك اللي عندهم ديال 3 ضروايد الصغار عليهم. دابا الدراري مساكن معاه محبوسين في الدار مع هاد الحجر الصحي، خصهم باش يلعبوا. مهم ما احنا دخلنا، الدراري مساكن نعسو، هيا ونعسو، دخلنا للدار ما بقيناش مشينا للبحر. هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، غنقول لكم الى اللقاء الى الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.